سمارت سواي اف ام. الحياة مسارات في توسع وتزايد مستمر. برنامج تايم لاين المباشر. يومياً. على سمارت سواي اف ام. أول شيء نرحب بالدكتور صلاح الراشد، أهلا وسهلا معك على الجو. مريم من البحرين، عبد العزيز من السعودية. دكتور والله ونعم فيكم، طبعا معروفين أشهر من علم. الله يسلمك يا دكتور. تدري دكتور، أثناء النقاش طرقنا لتلك النظرية اللي حضرتك تطرقت لها أكثر من مرة، لمسألة تغير ذاكرة بحسب المعلومات وال وهذه كنت أقول هذه رسالة الماجستير أصلاً كانت. أقول أول مرة أنا سمعتها من سنوات من الدكتور، بديت أكتشف شغلة كنت أقول لها قبل شوي، إن الذاكرة بالنسبة لي أنا مثل الاحتمالات المجمدة، يعني هي موجودة. مثلاً كان في أثناء اللحظة الماضية، خلنا نقول ذاكرة، أوكي، أكثر من 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 الحدث، إما له أكثر من سيناريو أو هناك عدة أحداث وكل واحد راح يتوالد الآن في المستقبل، يعني من لحظتها وانت جاي. لكن اللي يحدث في الذاكرة أنها تجمد كثير من الجوانب وتفعل واحد من الجوانب. وبالتالي عندما أغير أنا حياتي أو أغير جزء من حياتي أو أنتقل إلى 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 مسار آخر، إلى تايم لاين آخر، الحقيقة اللي يحدث كأنه في أشياء كانت مجمدة فريز تبدأ تنفتح من جديد، كأنها ترجع تشبك معاي وتتوالد. حلو التعبير هذا. إيه. جميل، كأن يعني بديت لو فتحت باب وانت قاعد تنظر منها، لكن لما غيرت شوي في حياتك صارت الفتحة هذه أوسع شوي، بديت تشوف منها جوانب أخرى. إيه. أو بديت تنظر من زاوية أخرى، ونفس المثل اللي ضربت مريم، يعني ما أدري ليش اختارت النملة مع الفيل، بس النملة لأن الفيل وايد حجم عود، يعني صحيح. ما تقدر النملة تغطي الحجم كامل. بالضبط، فممكن النملة هذه الحين لما غيرت في حياتها كأنها استرجعت ورجعت شوي، بدأت تشوف الفيل بضخامته. يعني التعبير هذا كثير صادق، لأن كثير أشياء إذا كانت أضخم منا ما نشوفها. يعني مثل فكرة أن لما كولومبوس طب في أمريكا وشاف بعض الهنود الحمر وكانوا يسألونه أنه أنت شلون جيت، فهم مو شايفين السفينة الضخمة اللي هو كان فيها. مثل لو كان يعني أنت عايش في قرية ومرت عليك طيارة ضخمة ممكن ما تشوفها، يعني لو أنت ما تفهم المعنى الكبير للأشياء. طبعا احنا كلنا نشوفها طبعا، كوننا لان احنا مستهجنينها، يعني متقبلينها بالواعي وباللاواعي، ان نشوف شيء ضخم بضخامة طيارة ولا صاروخ ولا كوكب ولا كذا. بس لو كان اضخم قد ما نشوفه. We have no concept، يعني ما عندنا مفهوم له، ما عندنا استيعاب له، فقد ما ادري عنه، يعني يمر عليك بالضبط مو معرف، لذلك ما عرفه ما أشوفه. مثل ما كثير من الحيوانات الآن هي في الحقيقة ما تشوف أشياء حنا نشوفها، والعكس صحيح، حنا أو هي تسمع أشياء حنا ما نسمعها أو كذا، فهي لأن من زوايا مختلفة، لأن عندها هي بالنسبة لها عندها كونسبت كذا، عندها مفهوم، مثلا بسبب حماية أو شيء أو كذا، حنا قد يكون ما احتجنا أو ما نحتاجه، ما طورناه، فبالتالي ما مثل احنا ما نسمع تحت 20 هرتز مثلا اصوات ما نسمعها، بس الذبابه تسمعها لان بالنسبه لها عالمها صغير يعني، بس احنا نسمع لين 20000 هرتز، هي ما تسمع فوق 10000، عارف؟ لانها ما تحتاجها،
هي ليش تسمع رعد بالنسبة لها مو كثير مهم يعني، يعني لكن مهم بالنسبة لها تسمع زنة صغيرة كذا لأنها تبحث عن أكل وخايفة من مخاطر، فهذه طورتها كذا. فصحيح نفس الشيء مع الذاكرة، نعم، إنه هو لما أنت تبدأ توسع من حياتك حتطرى لك الذاكرة بطريقة مختلفة. السعداء تتحسن ذاكرتهم الماضي، والناس لما يتعسون ذاكرتهم تستاء. يعني الناس كل ما زادوا تعاسة، كل ما شافوا ماضيهم أسوأ، والسعداء كل الناس كل ما زادوا سعادة كل ما شافوا ماضيهم أحسن. معنى الماضي المفروض أنه ما تغير، لكن هم بدأوا يشوفونها من زوايا مختلفة، بدأوا يشوفونها بمشاعر مختلفة، فبالتالي تتغير. حاضرك يغير ماضيك، ماضيك يغير مستقبلك، مستقبلك يغير حاضرك، هي كلها شابكة يعني. أنت بس الكنترول اللي عندك هو على الحاضر فقط. يعني كأن دكتور هني ممكن نطرح سؤال، من أين أبدأ؟ من الماضي، من الحاضر، من المستقبل؟ يعني اللي إحنا عندنا توجه دائما نقول خطط للمستقبل، بناء عليه عيش الحاضر واستدعي الماضي بما يتناسب. يعني إحنا دائما ننطلق من الحاضر، دائما دائما انطلاقتك من الحاضر، ومهما حصل في الماضي أو مهما أنت خايف من المستقبل أنت عندك الكنترول لأن عندك الحاضر. دائما عندك الكنترول لأن دائما عندك الحاضر. ها مبشر يعني لازم نحمد الله أنه نقول أوف لو كان أن إحنا لازم نغير من الماضي ونغير من المستقبل، يعني complicated، مسألة حتصير كثير صعبة. لكن إحنا طول ما تقدر تغير في الحاضر أنت قادر تغير في ماضيك ومستقبلك، والميزة أن الحاضر دائما موجود عندك. واو، صراحة هاي خدمة عظيمة جدا من الكون. إحنا دائما الحاضر موجود، وتقدر أنت ما تقدر تغير إلا من الحاضر. فبذلك ماضيك ومستقبلك لا تشيل همهم كثير، أنت تستطيع تعمل تحكم فيهم لكن من خلال الحاضر. دكتور احنا ودنا نتحاور معاك طول الحلقة لكن اللي مستمعينا حق علينا. ففي سؤال هني من عند أعزائنا المستمعين يقول كيف أكون في حالة اتزان عند حدوث أحداث إيجابية؟ هاي السؤال عجبني إنه هو تتكلم عن الأحداث الإيجابية، ولا أنجرف بحماس مفرط. كيف أتفاعل؟ شنو كان بداية السؤال؟ كيف أكون في حالة اتزان عند حدوث أحداث إيجابية ولا أنجرف بحماس مفرط؟ خايفة من يعني هو طبعًا الاتزان هو تفاعل، ها؟ يعني وشرحنا يمكن من قبل إنه هو يعني مثلًا لو كان في فرح ورقص وكذا وأنا قمت وفرحت ورقصت فهذا طبيعي، هذا اتزان. واضح الفكرة صح؟ ما أحتاج ها؟ ارتبط مع الموضوع يعني. إيه، لأن هذا يعني هو متوازن، يعني في موقف يضحك وضحكت أنا مثلًا، في موقف في رقص ورقصت مثلًا، في موقف يعني كان فرح جدا وفرح جدا، يعني في مثلا بلعب كرة وقاعد أركض وأنا ركضت بسرعة، هذا مو فائض هنا مثلا، لأنه هو أصلا لو أنا مثلا قاعد ألعب كرة قدم وبعدين أنا متزن حدي وقاعد أمشي شوي شوي كذا على أبو أن هذا اتزان، هذا ما هذا مو اتزانها صح ولا أو كأني لما أدخل هايوي، ساعات بعض الناس لما تدخل هايوي في قاعدة في دخول الهايوي أنك تدخلها بإيش؟ بسرعة الهايوي، لازم تدخل بسرعة الهايوي. يعني إذا سرعة الهايوي مثلا 100 كيلو وأنت تدخل 100 ما يصير تدخلها 60، تسبب حوادث، تسبب مشاكل يعني صح ولا لا؟ فالاتزان أنك تدخل إذا سرعة الشارع 120 تدخل بسرعة 120، طبعا يعني على افتراض أنه هو سالك يعني الشارع يعني. لكن لو يجي شخص ودخل 60 على راحته هذا قد يسبب حوادث في الهايوي صح ولا لا؟ فهذا مو اتزان، الاتزان. لكن أيضا لو دخل 200 ولا داخل 160 ولا كذا قد يسبب أيضا مشكلة. فذلك القصد في الاتزان هو التوازن مع الحدث. يعني هذه بس حابين نوضحها لأن مثل ما قلنا في مبالغات كثيرة على موضوع فائض الاحتمال، فذلك ما يبي يضحك ولا يبي يستمتع ولا يبي معرفش إيش بسبب إنه خايف من موضوع فاضح. لا، هذا مو فاضح، هذا أيضا فاضح تمام، لأن أنت عندك مشاعر جياشة وكذا وأنت كابتها، هاي مقاومة صح ولا لا؟ مقاومة للمشاعر. لكن السؤال في محل، لأنه هو طيب حصل حدث إيجابي وأنا قاعد أتفاعل معه،
بس خلنا ناخذ مثال اللي قاعد يركض في الملعب وكذا، بس هو قاعد يركض زيادة عن طاقته فحيطيح، صح ولا لا؟ يعني إذا وكمل بهالسرعة هذه أزيد من طاقته وكذا حيقع، فبالتالي هذا تسبب في هنا فائض، يعني حط زيادة. أو نفرض أنه هو الموقف مبهج ومضحك وأنا قاعد، بس أنا قاعد أكركر زيادة، يعني قاعد أزود شوية كذا، هذا ما له داعي هنا، هذا مو اتزان. فالاتزان أنك تتفاعل بقدر الحدث اللي موجود تفاعل معه. طب أنا شلون أعرف أن القدر مو قضية ميزان؟ أنت تعرفها من مشاعرك، لأن أنا قد يكون الحدث هذا أنا كثير فرحان وشخص ثاني زعلان وشخص ثالث وسط، أنا عادي أنا متفاعل مع سعادتي وبهجتي يعني. فذلك حسب اللي موجود لا تزيد عليه، يعني لا ما له داعي أني أنا أزودها أقول بضبط ذبذباتي، ذبذباتك تضبط بالاتزان حسب الموقف اللي موجود. أحد المتابعين دكتور يسأل يقول كم من الوقت أحتاج حتى أرى التغيير الذي أرغب فيه متجلي في حياتي؟ حسب اللي ترغب فيه. يعني مثلا لو أنا الآن راتبي مثلا يعني 5,000 ريال مثلا، واللي أرغب فيه إنه يكون راتبي 500,000، طبعا يعني الطبيعي إنه يكون هذا حياخذ له تقريبا من 10 إلى 15 سنة يعني عشان أوصل له كذا. لو تطور وحصل في فترة أقصر وأحسن خير وبركة، لو ما حصل أنا واقعي يعني عارف كيف أحسمها صح، وأيضا في نفس الوقت أنا قاعد أتقدم في اتجاه الهدف. لكن لو كان مثلا هدف أصغر، والله أنا راتبي 5,000 وأبيسوي 6,000، فقد يكون طبيعي أنه يكون في خلال 4 شهور ولا 6 شهور ولا شيء كذا، هذا متوقع ممكن لو كان أنا فعلا عندي شغل على هذا الجانب. فأنت تحسبها بحسب الطلب وحسب الرغبة يعني. أيضا سؤال دكتور، ما هي أهم التقنيات التي أستطيع استخدامها لتغيير معتقداتي حول الحياة في حال كانت سلبية؟ تمارين كثيرة، يعني أنا بغير قناعة سلبية إلى قناعة إيجابية صح؟ إيه نعم. فالتمارين كثيرة، لكن يمكن أسهلها أني أحط خانتين وأكتب أسأل نفسي ما هي قناعاتي تجاه هذا الموضوع، عاد شوف شنو الموضوع. مثلا نفرض ان انا شايف ان حياتي كثير مرتبكه وعندي افكار مو جيده عن الحياه، فحكتب الحياه واكمل، يسمونه فري اسوسيشن، هاي طريقه فرويد كذا في استخراج اللي في اللاواعي، ان يعني اللي هو ارتباط حر. خلنا اشوف اقول الحياه داعي حر، اي فاقول الحياه واخليه يجاوب، الحياه جاوب واستمر فأطلع منه قناعات، يعني لأنه هو حين حيبدأ يقول قناعاته، لو قلت لك كمل السطر حيبدأ يقول قناعاته. هذه الأشياء اللي أنت ما تتعلمها في المدرسة، عرفت؟ المدرسة يعلمونك قناعاتهم هم، أوكي قناعاتهم هم الجواب واحد بس اللي هم حاطينه، لكن أنت لا، قناعاتك أنت ما تعرفها ما تدري عنها، فتبدأ تشكل قناعات وفق الآخرين. الآن أنت تبي تسأل نفسك المال وجاوب، المال ممكن واحد مثلا يقول مال وسخ، اوكي طبعا قناعة ايجابية ولا سلبية؟ سلبية ما تخدم، معناته اذا انا كنت اعتقد بهذا الشيء معناته طول وقت كل ما عندي مال انا اشعر بالوسخة، صح ولا لا؟ صح. وذلك ما ابيها، لان انا ما بيتوسخ يعني. فابدا اقول المال كذا اكرر يعني لين تطلع قناعاتي، احطها في خانة. الأشياء اللي أراها سلبية أبدأ أعزز قناعات إيجابية، فحط وطبعا كل يعني فكرة وكل قناعة لها دلائل تشير إلى إيجابيتها ولها دلائل تشير إلى سلبيتها، فأنت وثق أو قوي المشاعر الأركان اللي تعزز القناعة الإيجابية. فالفرق بين القناعة والفكرة، توني روبنز كان يضربها بهذا المثال، يقول مثل الطاولة اللي لها يعني أرجل، هذه الأرجل هي عبارة عن القناعات، وإلا تظل فكرة عادي ما تأثر، لكن عشان أحط لها أرجل لازم تصير لها قناعات معينة. فهني أعزز القناعات اللي تثبت الطاولة، يعني تثبت الفكرة صح اللي أنا أبيها. فهذه واحدة من التمارين، هناك طبعا تمارين كثيرة. أنا ممكن مثلا أقرأ قناعات جيدة في ناس ناجحين تجاه هذا الموقف اللي أنا أبي، سواء كانت السعادة أو المال أو الثراء أو ما أعرف شنو اللي أنا أبي، أدور على القناعات اللي هذا الشخص تبناها فحققت له النجاح الذي يريد، ثم أتبنى أنا هذه القناعات.
يعني أبدأ أكتبها وأقول أنا بعزز هذه القناعات في حياتي. هذه من أعظم الأشياء، أنك تشوف شخص هو يعني ما تبني على صفر، دائما تشوف شخص هو حقق نجاحات معينة تجاه هدف معين، وتسأله أو تكتشف منه أو من قراءاته أو من يعني ملاحظاتك له تكتشف إيش القناعات اللي وراها، وبعدين تبدأ تدونها وتتبناها. لو تبنيتها أنت تبنيت نفس المنهجية اللي هو يشتغل فيها. دكتور، هذا يدفعني إلى سؤال، إن كثير ناس لما يسألون كيف أغير حياتي وكذا، أحس إنه في وراء سؤالهم سؤال آخر، ويقول إنه كيف أتبنى فلسفة حياة، يعني كيف أقدر إني أكون فلسفة على الأقل بحدود أدواتي المعرفية اللي أملكها، بحيث تكون هذه الفلسفة داعمة لي في الحياة. إيش رأيك دكتور؟ كلام عميق وصحيح، يعني كذا أستاذي جيم رون كان يقول هذا الكلام، كان يقول في هناك 7 بازلز، كان يقول شيء في 3 عقد في الحياة كذا لازم تفككها، أولها وأهمها هي قضية تبني فلسفة، يعني أنك تتبنى منهجية أو فلسفة معينة. من كذا إحنا دائما إذا تلاحظ أن أنا أتكلم دائما عن هذا الجانب، لأن أعتقد أنها هي الأهم، تبنى عن منهجية أنت تتبناها، فلسفة، فكرة في الحياة كذا أنت تأخذها. إحنا نسميها ساعات تايم لاين، ساعات نسميها شعارنا ومنهجنا أو مسارنا، نسميها المحبة، السلام، التنوير، بس هي تحوم حول هذه الفكرة. هي صح أن الشخص يبحث عن فلسفة عميقة في الحياة، وبعدين يبدأ هو يتبناها تخدمه في هذا الجانب. الناس اللي حارب، تعرف الناس اللي حاربوا الفلسفة هم فقط الجهلة فقط، ولذلك صنعوا يعني صنعوا نتائج عقيمة في الحياة لهم ولغيرهم، فلذلك هم حارب. طبعا خلنا من كلمة فلسفة بحد ذاتها، لأن قد تجد في التاريخ كثير من العلماء حاربوا كلمة فلسفة، لكن هم قد يفسرونها بشيء ثاني، يسمونها عقيدة، يسمونها منهجية، يسمونها ما أعرف شيء كذا، بس هي نفس الفكرة. لكن إيه، لكن إيه نفس الفكرة، بس لا تعرف إحنا أمة بس أسماء، خلف تعرى ما عندنا مسميات، بس أمة أسماء. يعني أنت غير الاسم كل شيء يتغير بالنسبة لهم، خراب ما يفهمون المعنى، يعني المعنى العميق ما يدركونه، بس غير لهم المسمى، هم بس عندهم عقدة يعني من المسمى. لو التمثال بالنسبة لهم غير الصنم، غير النحت، غير المكان، فغير المسمى وتخلص. فبدال ما تسميك الصورة كانت حرام لمدة مئات السنوات، لأنها اسمها صورة، لأنها وردت في الحديث الصورة، خلاص مو اسمها صورة، يلا سمها فوتوغرافيا، مو مشكلة، سمها شيء حاجة ثانية كذا، سمها ما يسموها، ما سموها احتباس الظلم، يشينو شيء خرابيط كلام كذا ورد في الفقه كذا، بتاعك احتباس الظلم يشينو كذا، أصلا ما في احتباس الظلم، ما في أحد من العلماء يقول هذا شيء اسمه احتباس الظلم اللي هم اخترعوا التصوير وكذا. فبالتالي هي الفكرة غير المسمى لها وانت تبقى موجود. فالفلسفة مسألة عميقة، الشخص اللي يتبنى فلسفة أو تسمها منهجية أو عقيدة حقيقية في الحياة أو كذا أو قناعات معينة، هو في الحقيقة يعيش حياة صح. طبعا دكتور، هي الفلسفة يعني القصد نوضح حق أعزائي المستمعين، هي نظرتك للحياة، يعني شنو هي نظرتك حق الحياة أو المنهجية اللي انت تمشي عليها في الحياة. جميل دكتور. زين دكتور، هني في سؤال أنا أعتقد أن أنت تقريبا جاوبت عليه، بس إحنا ما نبي نسوي سكيب حق أسئلة متابعينا. يقول السؤال: ما هو فائض الاحتمال وكيف يصنع؟ يعني اللي هو فكرة أن الشخص يتصرف بطريقة زائدة عن الموجود. فمساعة ضربنا مثلا أنه لو كان في ضحك وأنت ضحكت عادي، لو كان في بهجة وأنت ابتهجت عادي، لكن لو كان في موقف مثلا شخص داخل يعزي أوكي، وقعد يعني العزة الآن في نوع من الوقار، صح ولا لا؟ طبعا. وفي نوع من الهدوء والوقار وكذا، فدخلت وسلمت وجلست وكذا، ويعني حتى لو كانوا الناس هم هادين يعني مش حزينين، فأنت أيضا هادي. بس لو جلس الشخص هذا وقعد ينكت في هذا الموقف عساس يقول خن ونسهم مساكين هم بروحهم، هذا الموقف فائض احتمال، هذا غير لائق للموقف اللي موجود هنا، صح ولا لا؟ والعكس صحيح، لو دخلت فرح ومنكد، يعني أنا داخل فرح الناس فرحانين وأنا قاعد منكد عليهم، أنت مسوي مشكلة، أنت في وجودك روح لا تقعد في الفرح هذا. والعكس كذلك نفس الشيء، لما يكون مثلا حاضر كذا وفي ضحكة يبي يضحك ويبي ما أعرف شيء، خلاص هذا مو مكانك، مو مناسب لك، يعني لا تعزي، أو إذا عزيت امش خلاص على طول. ونفس الشيء بالفرح كذا، أنت إذا أنت منكد سلم تمش خلاص، ما
ماني في الجو اللي اسمه، ففار الاحتمال ان اتصرف بطريقه لا تليق بالموقف. طبعا انزين اذا انا بغير موقف، نفرض انه نكد، هو الموقف اصلا نكد وانا بروحي منكد كذا وابي اغير، ابدا اخذ الخطوات اللي هي خطوه خطوه للاتجاه نحو الذبذبات التي اريد، وما اقفز. هاي تسميها هكس، اللي هي شو تسميها، اللي هي تسميها ريليف، انك انت تمشي خطوه واحده. اللي درسوا معنا في الاكاديمي يعرفون مقياس او جدول المشاعر، مثلا ما تقفز من مقياس 22 الى 1. هاي تحصل كثير مع الناس، انه هو يكون حيل مكتئب ومحبط وما اعرف شيء كذا، بعدين وانا بكون سعيد ومبتهج لا مو كذي. يعني انت الحين وين؟ انت في حاله ما تستوعب هذه الذبذبات. انت الحين مبدئيا ابدا اشعر انك معصب مثلا،